لازم تتفق معايا في نقطة وحقك يختلف في حاجة تانية، اللي هي عايز تحب شيكابالا حبه وعايز تكرهه كرهه، لكن اللي انت اذا انت ما اتفقتش على انه لعيب كبير قوي ولعيب موهوب قوي ولعيب 37 سنة وبيعمل حاجات في الكرة غير طبيعية، ده يقول لك قد ايه شيكابالا ده من اساطير. وانا لما اقول كلمة اسطورة هتتريقوا عليا، وده يا عم اسطورة وعمل ايه؟ هو راجل بيلعب، ما هي الاسطورة عشان اجيب بطولات لازم ابني. يعني شيكابالا ده في وقت من الاوقات جوزيه كان يعني وقع للنادي الاهلي. يعني شيكابالا ده انا وجهه نظري لو كان في النادي الاهلي بمنظومه النادي الاهلي والاستقرار اللي عند النادي الاهلي، لا كان شيكابالا بقى حاجه كبيره قوي واحترف في احسن انديه العالم ونافس العظماء بتاع الكره العالميه. انا عارف بقول ايه، عارف يا عم شيكابالا ايه يا عم، ده لعيب محلي يا عم، ما قلناش حاجه، انا معاك، لكن انا عارف بقول ايه، عنده مع اهدافه بيجيبها ازاي، مش اهداف باي لك، اهداف مفيش، عنده حاجات عاليه قوي مش موجوده عندنا في مصر، الترقيص ازاي واللمه ازاي والتصويبه ازاي امكانياته وقدراته. المهم هنتكلم النهارده عن خماسيه الزمالك في سموحه وازاي الزمالك فاز وطريقه نادي الزمالك الجديده مع اسوريو، هل هتنفعه؟ هل هيكمل؟ هل طبعا بعد انتخاب مجلس اداره جديد واستقرار نادي الزمالك هل هيبقى في استقرار ولا هنسمع؟ طبعا يعني قبل ما ادخل في الموضوع، طبعا هاني العتال اثبت ولائه وانتمائه وحبه لنادي الزمالك، الراجل بعد ما خسر الانتخابات طلع بارك للمجلس وبارك لهم، وانا واثق انه ومفيش طعن ولا اي حاجه من هاني العتال، فهاني العتال زملكاوي اصيل، وهاني العتال من محبي وعشاق نادي الزمالك، واثبت ده بحسن نيته وانه يبارك للمجلس ويبعت لهم رساله ويبارك لهم وانه يدعمهم، ده شيء طيب، هو ده اللي بيبان لك ان ده بيحب النادي وورا النادي، مش مثلا عمر هريد هتلاقي 4000 طعن والناس الثانيه هتلاقي طعنون كتير على الانتخابات. احنا اللي يهمنا ان نادي الزمالك يستقر، والمعنى ان نادي الزمالك يستقر ان هيبقى في كوره، هيبقى في تنافس، هيبقى في شكل، هيبقى في اهلي وفي زمالك، ما يبقاش اهلي بس، وهي ما ينفعش في الدوريات نادي واحد، احنا عايزين يبقى الاهلي والزمالك وبيراميدز والاتحاد والمصري، وخصوصا الانديه الجماهيريه اللي بدات يعني بدات تنطفي، ما عدناش بنشوف الانديه الجماهيريه، الدوري المصري دوري كل شركات يا جماعه، دوري مسخره، انا اسف في التشبيه، دوري زد وجونه والمقاولين وانبي والبنك وسيراميك وحاجات ما لهاش دعوه بالكوره خالص. يعني لا فين الانديه الجماهيريه؟ يعني دوري ملوش اي 30 لازمه مع احترامي الشديد، فما بالك بقى الانديه الجماهيريه اللي بتعتمد على الجمهور والشعبيه، فده لازم ندعمها، الانديه الجماهيريه لازم ندعمها، وننسى خالص دوري الشركات دوت، وما فيش دعم لنادي الشركات، عندهم فلوس وعندهم رجال اعمال وعيد سويلس والناديين بتوعه، لكن الانديه الجماهيريه لازم اللي هي اللي هي الدعم. فشفنا امبارح الزمالك بيفوز على سموحه 5، طبعا شفنا تالق ومنهم هدف من اجمل اهداف انا وجهه نظري كعب شيكابالا لكعب اوباما، وان اوباما على فكره يا جماعه من اللعيبه الثقيله، اللعيبه الثقيله ولو فايق يديك كره عاليه هو كوره، بس مش اللي بيعتمد على مزاجه، مره يبقى مش فايق، في مهاجم بقى تنزل بغض النظر مزاجه حلو مش مزاجه حلو، ببقى مركز بطلع كوره بعمل اللي عليا، وهي دي مشكله اوباما. فاوباما امبارح بيلعب مركز راس حربه، شفنا التالق والهدفين اللي جوه لسموحه للزمالك في سموحه، طبعا فتحوا جيم مع سموحه، انت لسه بسم الله الرحمن الرحيم الهدف مصطفى شلبي، وبعد كده خش كمان هدف بالركبه لزيزو، وبعد كده خش الهدف الثالث، بدات العمليه خلاص، وضرب الجزاء زيزو امبارح ضرب الجزاء اضحى بشكل غريب جدا، زيزو امبارح مع عادي اي لعيب بيضيع، لكن زيزو متعودين منه ان يلعبها بطريقه احسن من كده. نادي الزمالك الاهم امبارح الخماسيه الشكل بتاع اللعيبه، وعايز اقول يا جماعه اسوريو هو عنده طريقه وعندي ومصر ينفذها، بس انا كان اعتراض على اسوريو ان اللعيبه والخامات اللي عندك ما تقدرش تطبقها، يعني نبيل عماد دونجا مش لعيب حريف اللي يقدر يديك اللي انت عايزه بنص ملعب، نبيل عماد رؤى اسمه رؤى ما يقدرش يعملها لك، اشرف رؤى ما يقدرش يعمل لك الامكانيات دي، في بعض اللعيبه عندك الزناري عندك لعيبه بعض اللعيبه في المنظومه، لكن انا بقول ما فيش حاجه مستحيل، كل الفرق ممكن تاخد الدوري، وممكن فرق بالاصرار والعزيمه والمدرب واهم حاجه ان ما عادش عندنا فوارق كبيره يا جماعه، ما عادش فوارق كبيره قوي، لو انت عندك اصرار وعندك طريقه وعندك اسلوب بتلعبه صح هتكسب وهتوصل بعيد في الدوري، هتقدر تعمل تحط نفسك في مكانه كبيره جدا في الدوري. المهم الزمالك بيفوز بخماسيه مهمه جدا جدا جدا، لكن المهم الاستمراريه، ومش عايزين نطلع زي الناس اللي بتطلع تطبل الزمالك مكسر الدنيا والزمالك الزمالك عمل جيم عالي وهدف اوروبي كعب، شفنا الكعب بتاع شيكابالا اللي طبعا اوباما بيلعبوا بكعب، وهدف من الاهداف الجميله جدا انا شايفه من اجمل اهداف الدوري هذا العام، وشيكابالا وتصويبته والهدف الفار، وبعد كده حسبوا شيكابالا يا جماعه لازم اتفق انه لعيب اسطوري، لعيب من اللعيبه التقيل قوي، ولعيب من الهدف اللي جابه ده، يعني انا كنت شايف المفروض هو ياخد احسن لاعب امبارح، احسن لاعب زيزو. المهم نادي الزمالك دلوقتي اصبح عنده
مجلس اداره منتخب نتمنى له الاستقرار، ونتمنى كمان ان ما فيش بقى في طعون، يعني لعيب نادي الزمالك بقى ما يطلعش يطعن على حسين لبيب وعلى الانتخابات، لان كل ما انت بتطعن كل ما خلاص نطلع ندخل الدوامه تاني ونادي الزمالك يدخل الدوامه تاني. لا انا شايف ان بيحب نادي الزمالك زي هاني العتال يقف ويبارك ويساند الجهاز اللي موجود حاليا. فهنشوف نادي الزمالك مع الاستقرار بقى ونشوف الاداره الجديده هتعمل ايه مع نادي الزمالك، لان نادي الزمالك محتاج لعيبه ومحتاج تدعيم ومحتاج صفقات قويه الفتره اللي جايه. بس عايزين نتفق يا جماعه، نادي الزمالك عنده بعض اللعيبه تقدر تعتمد عليها بطريقه حلوه، وطريقه عندك لعيب زي زيزو احسن لعيب في مصر، عندك شيكابالا بموهبته ومهاراته ازاي مؤثر، وازاي امبارح يلعب ماتش كامل ازاي، عندك اوباما لو فايق، عندك مصطفى شلبي، عندك فتوح، عندك لعيبه كويسه، عندك لعيبه جامده، عندك حسام عبد المجيد بس يسترجل شويه يبدا يرجع لانه اتكبر وبدا وزنه يزيد ما عادش هو ده حسام عبد المجيد اللي احنا عارفينه. عندك طبعا المسلوس لعيب دولي ولعيب كويس جدا بدا يعني نادي الزمالك الهيكل الاساسي عنده، يمكن نص الملعب ما عندكش لعيب قوي او تقدر تقول على لعيب معلم او لعيب يعني يقدر يقف ويرقص ويديك الشغل قد ما هو شكل بدني، يعني عندك نبيل عماد دونجا، عندك روح، لكن المخ بقى والمركز اللي بيلعب قدامهم 8 مين. المهم نادي الزمالك بيفوز على سموحه 5-1 في مباراه جميله جدا استمتع بها جمهور نادي الزمالك في اول حضور للجهاز الفني لجهاز مجلس اداره نادي الزمالك المنتخب الجديد بقياده الكابتن حسين لبيب. طبعا اي حد بيفهم زملكاوي او اهلاوي يتمنى التوفيق لنادي الزمالك، اللي عايز اهلي بس ما بيفهمش واللي عايز زمالك بس ما بيفهمش، لازم الاثنين دول، ولازم الكوره ما بتحلاش الا باهلي وزمالك. فاللي بيحب الكوره يتمنى التوفيق ويتمنى الاثنين يكبروا، عشان عايزين نشوف بقى موهبه، عايزين نشوف مواهب، عايزين نشوف تنافس بجد، لان التنافس الاهلي والزمالك ده بيخلي المنتخب قوي. احنا منتخبنا على فكره بيعتمد على لعيبه الاهلي، لان منتخبنا اهلي وبس، لعيبه الاهلي بتصنع الفارق. محمد الشناوي لو ما فيش موجود محمد الشناوي مصر محمد عبد المنعم مفيش مدافع قوي غير محمد. بص عندك طبعا امام عاشور لو مفيش غيره بتبقى الموضوع صعب. عندك مروان عطية، يعني لعيبه الاهلي هي اللي مديها قوه لمنتخب مصر. في كمان نادي قوي معاك زي نادي الزمالك ويطلع لعيبته هيبقى عندك منتخب قوي جدا. كل التمنيات للكره المصريه بالتوفيق، مع ان انا الدوري ده ما بحبش اتكلم عنه والله ابدا، ونتكلم على الدوري المصري لانه من الدوريات السيئه جدا. دوري بدون جماهير يبقى دوري سيء، دوري شركات يبقى دوري سيء. نتمنى التوفيق للانديه الجماهيريه، ربنا يوفق الانديه الجماهيريه اللي موجوده حاليا، لان في صراع قوي بين الفلوس الانديه الجماهيريه والبزنس والفلوس في الانديه الثانيه انديه الشركات. اذا عجبك الفيديو لايك شير كومنت.